السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا دكاترة؟ كيف الحال؟ إن شاء الله يكون معاكم الامتحانات بخير بإذن الله، وتعدي عليكم بخير وتنجحوا كلكم إن شاء الله، وكلكم تتبسطوا بإذن الله من النتائج في الأخير. إحنا إن شاء الله دلوقتي هبدأ أدي شرح لكل أسئلة البايو بتاعت 102 اللي كانت رفعتها دكتور حنان، وبرضه الكيسز اللي كان زودها دكتور سباعي. وطبعا الشرح ده مش شرح كامل، يعني مش شرح اللي هو زي شرح الكليه وشرح الدكاتره، لا هو شرح هدفه ان الشخص اللي بيسمع لو هو مش عارف حاجه عن البايو يقدر ان هو يفهم القدر الكافي ان شاء الله، اللي هو يخليه يعرف يحفظ الاسئله، يعرف يذاكرها وتظبط معاه الامتحان ان شاء الله، لان الحفظ بدون فهم خالص صعب جدا، وان هو يحاول يدور ازاي يفهم وكده طويلة عليه، وان هو يشوف المحاضرات برضه كتير جدا. فبحاول ان شاء الله انه اجيبها بشكل مختصر بإذن الله يفيدكم ويكون حلو ان شاء الله. فهنبدأ الاول حاجة بالحاجات الخفيفة كده، فهنبدأ في الكومبير. واول سؤال معانا بيقول قارن ما بين الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الستيرويدال والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. اول حاجة هو عايز انتي انفلاماتوري دراجز، فايه اللي بيحصل في الانفلاميشن عشان اعمل عكسه وامنعه واعمل لي انتي انفلاماتوري دراجز؟ اللي بيحصل ان بتطلع حاجه عندي اسمها الايكوزانويدز زي البروستاجلاندين والبروستاسايكلين. طب دولت بيتعملوا ازاي او بيجوا ازاي؟ عشان انا لو عرفت الحاجه اللي بطلعهم هقدر ان شاء الله ان انا اوقفهم. اول حاجه بيبقى انا عندي السلم برين، دي اول حاجه بتكون موجوده، بيجي لي انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2. ده الانزيم بيحول او بيكسر من السيل ممبرين، يطلع منها الحاجه التانية عندي اللي هي اراكيدونيك اسيد، تمام. بعدين الاراكيدونيك اسيد بانزيم تاني اسمه سايكلو اكسوجينيز، بيحول الاراكيدونيك اسيد لكل انواع البوستا جلاندين او البوستا سايكلين، المهم الاكوزانويدز ما عدا اليوكوتاينز، مش مهم، ده اللي فاهم هيعرف انا بتكلم عن ايه، تمام. فايه اللي حصل معانا تاني كده على السريع؟ قلنا ان عندنا في السيل ممبرين بيجي انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 يكسر من السيل ممبرين، يطلع لي اراكيدونيك اسيد، يوم الاباكيدينوك اكسيد يشتغل عليه سايكلو اوكسجينيز انزيم يحوله لبقيه الايكوزانويدز او الانواع المهمه عندنا اللي بتعمل انفلاميشن. تمام، يبقى انا عايز اوقف الباثوي ده عند قبل ما يوصل للايكوزانويدز عشان امنع الانفلاميشن، اشتغل بشغل انتي انفلاماتوري. فعندي الستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيعملوا ازاي؟ بيعملوا انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2 فيوقفوا الباثوي من بدايته، يوقفوا عند الخطوة الأولى. ودولت بقى يعني ناخد مثال منهم، أي مثال فيهم يعني، إذا الواحد عنده أو قدر يحفظ أو كده، تاخد مثال في أي حاجة واحد حلو جدا، ما تاخدش ما فيش مشكلة، يعني إنك لما تحط مثال ده هيكون المصحح بالنسبة له حاجة حلوة جدا. عندك بقى النون ستيرويدال، دولت بيشتغلوا بحاجه من طريقتين، او فعليا هم هيشتغلوا على النقطه الثانيه وهو الانزيم الثاني، لكن هيشتغلوا عليه بطريقه من طريقتين. فعندنا بعضهم زي الاسبرين، تمام، هم زي ما قلنا هيشتغلوا على الانزيم الثاني اللي هو سايكلو اكسجينيز فيوقفوا عند الخطوه الثانيه، لكن عندك انزيم زي الاسبرين ده بيقول لك بوتنت انهيبيتور، يعني مثبط قوي ضد اكتر ضد السايكلو اكسجينيز 1 اكتر من سايكل اكسجينيز 2. هو في نوعين، يعني بيختلف على حسب النسيج واختصاصه شويه، فمش مهم النوعين، المهم انه دوت بيعمل انهبيشن للسايكل اكسجينيز بان هو بيعمل اسيتايليشن لمجموعه السيرين اللي في الانزيم. ده الكفايه ان هو بيعمل اسيتايليشن للانزيم كده، حلو جدا ان احنا نعرف الفكره دي. بمعنى تاني هو يعتبر شبه ريفرسيبل انهبيتور، يعني بيوقف الانزيم خالص، عشان كده بيقول لك بوتنت انهبيتور. نيجي نشوف النوع التاني، بيقول اذر نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيوقفوا السايكل اوكسجينيز او بيثبطوه عن طريق ان هم بيرتبطوا بشكل برابطه غير تساهميه نون كوفيننتلي،
للإنزيم، وده للنوعين زي بعض، سايكل أكسجينيز 1 أو 2، وده معناها إن هو ده كومبيتيتيف إنهيبيتور. ده اختصاره كده. يعني عندنا السويدل بيشتغلوا على الإنزيم الأول اللي هو قلنا فوسفولايبيز A2، وعندنا النون ستيرويدال بيشتغلوا على الانزيم الثاني، يا اما يعتبر بشكل ايرفيرسيبل اللي هو زي الاسبرين بالاسيتيل، بيعملوا اسيتيليشن للانزيم في مجموعه السيرين، يا اما بطريقه كومبيتيتيف انهبيتور بان هم يرتبطوا بالانزيم نفسه كانهم حاجه بيتفاعلوا فيها، يعني نون كوفيننت برابطه غير تساهميه. السؤال الثاني عندنا سهل وبسيط ولذيذ كده، هو تكملة أو إضافة على السؤال اللي قبله. هو بيقول إيه القارن ما بين الميكانيزم أكشن بتاع الأنتي إنفلاماتوري دراجز والأنتي أليرجيك دراجز؟ إحنا قلنا الأنتي إنفلاماتوري بس ما كنتش كملت لكم الباثوي كلها كانت بتشتغل إزاي. إحنا كنا قلنا إن عندنا أول حاجة في السيل ممبرين، بعدها هيجي إنزيم اسمه فوسفولايبيز A2، هيحول هيطلع من السيل ممبرين أراكيدونيك أسيد، بعدين هيجي إنزيم تاني. الانزيم ده هيختلف على حسب انا هطلع انهي نوع من الايكوزانويد. لو النوع ده اسمه يعني بوستا سايكلين او بوستا جلاندين او اللي هو سايكليك ايكوزانويد، هيشتغل انزيم اسمه سايكلو اكسجينيز. سايكلو اكسجينيز هو اللي بيعمل سايكليك ايكوزانويد، لكن لو هو مش سايكليك هيشتغل عليه انزيم تاني اسمه لايبو اكسجينيز. ده بيطلع علينا بقى ايكوزانويد زي اليوكوتوينز واللايبوكسينز. واليوكوتوينز هم المسؤولين عن الالرجيك رياكشن، فعشان كده بيقول ان دواء زي، وفضل تحفظوا اسم اللي هو سينجيولير، بيشتغل كانتي الرجيك دراج، بيوقف الاكشن بتاع اليوكوتوين اللي هم اللي بينتجوا في الاخير من الـ من اليو من اللايبو اكسجينيز، فهيوقف الالرجيك باثوي، وبيعمل يوقف يعني البونكوس بازم اللي هي اللي عباره عن الالرجي. فهو ده يعني بيشتغل ك بونكو دايليتو. ازاي كده؟ هو بيثبط اليوكوتوينز عن ان هي ترتبط باليوكوتوين ريسبتور بتاعها. بس دي الفكره بكل بساطه. تمام. عندنا دلوقتي هندخل السؤال الثالث والرابع، سهلين وحلوين كمان وشبه بعض. بيقول قارن في التالت، بيقول قارن ما بين البوست جلاندين اي والبوست جلاندين اف. بكل بساطه حطوا في دماغكم هما كلمتين فقط، بوست جلاندين اي يساوي هيعمل انفلاميشن، بوست جلاندين اف انتي انفلاماتوري هيوقف الانفلاميشن، هما عكس بعض بالظبط. فعشان كده عندك في البوست جلاندين اف هيحصل ايه الانفلاميشن؟ عباره عن ايه؟ هيحصل فازودايليتيشن عشان يدي امداد دموي للمكان اللي حصل فيه انفلاميشن، ويحصل سموث ماسل ريلاكسيشن عشان يعمل بونكو دايليتيشن. والجمله الثالثه دي مش مهمه، هو بيقول ميديتور اوف انفلاميشن يعني بيسبب انفلاميشن بكل بساطه. اما عندك بقى البوستا جلاندين اف عكسه على الاطلاق، بس هيعمل فازو كونستركشن عكس الفازو دايليتيشن، وهيعمل سموث ماسل كونتراكشن عشان يعمل بونكو كونستركشن. السؤال الرابع بقى عندنا شبه السؤال التالت لكن بفكرة مختلفة شوية. عندك بقولك بقى قارن ما بين البوستا سايكلين والثرومبكسان E2. طبعا برضو اللي خد في الفسيولوجي 106 اللي ذاكر الفسيولوجي 106 برضو هيكون فاكر الحتة دي كويس. الاتنين ايه الفرق ما بينهم؟ هما الاتنين برضو عكس بعض لكن مش انفلاميشن وانتي انفلاميشن. هنا في وقت اللي هو البوستا سايكلين عندي بيكون بيفرز بره مكان الجرح، هشرح لكم ايه بره مكان الجرح. اما الثرومبكسان اي 2 بيفرز عند الجرح. البوستا سايكلين طبعا لازم يكون عارف ان هو بيفرز او بتنتجه الاندوثيليال اوف بلاد فيسلز، الطبقه الطلائيه بتاعه الداخليه بتاعه الاوعيه الدمويه، لكن الثرومبكسان اي 2 بيفرز من البليسس نفسها. طب دلوقتي ايه القصه اللي بيحصل لما بيحصل عند جرح؟ تمام. وتيجي عند البليس بطريقه ما في الفسيولوجي مش وقت شرحه، تحس ان هنا جرح فتبدا تعمل تفاعل وتجلط، فتقوم مطلعه في احد الخطوات هتطلع ثرومبكسان E2 هي بنفسها اللي بتطلعه. ده بيسبب ايه؟ ده هيسبب لي اول حاجه فازو كونستريكشن
عشان يمنع البليدنج. انا هنا دلوقتي مكان جرح، فانا مش عايز افقد دم كتير، فهيعمل لي يعمل لي فازو كونستريكشن عشان يوقف البليدنج او يقلله، ويعمل بليتلت اجريجيشن، يجمع البليتلت عشان يعمل لي جلطه في المكان ده، او تجلط او تخثر في المكان ده، ويقفل لي الجرح. ده الثرومبوكسين اي 2. طب البص يا سايكلين، ده بيطلع بقى من الاندوثيليال بتاعه البلاد فيسلز ليه؟ عشان هيعمل لي فازوليتيشن وهيوقف البليتلت اجريجيشن. طب ليه عمل كده؟ يعني ايه اللازمه؟ طب دي ميكانيزم سبحان الله عبقري جدا من الخالق، ان هو ايه، انا عاوز التجلط يحصل فقط في مكان جرح، ما يحصلش في اي مكان تاني. فالثرومبوكسين اي 2 ده بيطلع من البليتلت اللي موجوده في مكان الجرح. طب افرض هو انتقل يعني جنبها، راح لاي مكان تاني، ممكن يعمل لي جلطه في الاوعيه الدمويه ويعمل لي مشاكل، فبيفرز معايا البوستا سايكلين من الاندوثيليا سيلز في المناطق التانية غير الجرح. فالدوت بيعمل عكس التجلط، بيعمل فازوليتيشن، بيوسع المكان عشان لو اتكونت، لو في جلطه ماشيه ما تقفش، وبيوقف البليت اجريجيشن فبيوقف التجلط. دي بكل بساطه الفكره. ناخد معانا بقى السؤال الخامس والاخير معانا ان شاء الله في الفيديو ده، المقارنه ما بين كومبيتيتيف انهبيتور والالوستيريك انهبيتور. اول حاجه المعنى الكومبيتيتيف انهبيتور معناها مثبط تنافسي. ليه تنافسي؟ ليه قلنا عليه اللفظ ده؟ ان هو بيتنافس مع الماده المتفاعله اللي هو اللي بنسميها السبستريت، بيتنافس معاها على الانزيم، يعني بيتخانقوا مع بعض انهي منهم اللي يمسك في الانزيم. اما الالوستيريك انهبيتور فده اتسمى كده من نسبه الى الالوستيريك سايت، او ايا كان منهم اتسمى على حسب التاني. يعني الالوستيريك سايت اللي موجود في الانزيم اللي هو بيجي يمسك فيها، وديت غير الاكتيف سايت. اكتيف سايت دي اللي بيمسك فيها السبستريت، وبيمسك فيها برضه الكومبيتيتيف انهبيتور. لكن الالوستيريك سايت ما يعني ما بت... مش مش للاكتيف الانزيم، ما بيشتغلش على الحاجه اللي تمسك فيها، لكن الحاجه اللي تمسك فيها بتغير في خصائص الانزيم، بتغير في خصائصه، وبتحوله مثلا زي ما تقول كده لايزو انزيم، انزيم تاني مختلف بخصائص مقابله للانزيم الاولاني. طب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ اول حاجه ان الكومبيتيتيف انهبيتور بيبقى مشابه شكليا او مشابه تركيبيا للسبستريت، فاستراكشر سيميلار للسبستريت. لكن الاستريك انهبيتور ما بيبقاش مشابه، ملوش اي علاقه بالسبستريت خالص، مش شبهه خالص. عندنا الكومبيتيتيف انهبيتور بيتنافس او بيكومبيت مع السبستريت عشان يمسك في الاكتيف سايت مكانه. لكن الالوستيريك انهبيتور لا، ده ملوش اي علاقه بالاكتيف سايت اساسا، ده بيروح يمسك في الالوستيريك سايت. الكومبيتيتيف انهبيتور ما بيعملش كونفورميشنال تشينج في الانزيم، يعني ما بيعملش تغير شكل في الانزيم، هو ما بيأثرش على الانزيم ذات نفسه، لكن هو بيمنع ارتباط السبستريت بالانزيم. لكن الالوستيريك انهبيتور ده بيعمل تغير شكل في الانزيم، عشان كده بقولنا ان هو بيغير في الانزيم وبيغير خصائصه. بالتاكيد بما ان غيرت شكله، فالانزيم زي اي بروتين بيتعتمد وظيفته على الشكل الثلاثي بتاعه. النقطه الرابعه، ودول بقى النقاط مهمه جدا، النقطتين جايين، ان هو الكومبيتيتيف انهبيتور ما بيأثرش في الفي ماكسيمم اللي هو السرعه القصوى للتفاعل اللي بيعملها الانزيم. ليه؟ لانه بكل بساطه انا اقدر اتغلب على الكومبيتيتيف انهبيتور بان انا احط كميه اكتر من السبستريت. لو حطيت كميه كبيره من السبستريت هتغطي على الكومبيتيتيف انهبيتور وهيتلغي تاثيره بالكامل، فنرجع للفي ماكسيمم مره تانية. لكن الالوستيريك انهبيتور لا، ده بيغير في الانزيم اساسا، بيغير سرعته، بيغير كل حاجه فيه، فالفي ماكسيمم بتاعته بتقل، الفي ماكسيمم بتاعته النهائيه هتقل. الحاجة الأخيرة بقى، عندك بيقول لك حاجة اسمها الكي ام بتزيد في الكومبيتيتيف انهبيتور وفي الالوستيريك انهبيتور. طب ايه هي الكي ام اساسا؟ ديت التركيز اللي عنده، التركيز من السبستريت اللي عنده بيوصل الانزيم لنص الفي ماكسيم، يعني نص السرعة القصوى بتاعته. يعني الاخير دي عبارة عن كمية تركيز السبستريت اللي محتاجه الانزيم عشان يوصل لنص الفي ماكسيمم. في الاثنين الكميه دي بتحتاج، يعني ايه؟ يعني بيوصل بصعوبه اكتر للفي ماكسيمم. يعني من الاخير كفاءه الانزيم قلت،
فده معناها ان حصل لنا ده اللي بينقص في الاثنين. ليه؟ بكل بساطه قلنا الاليوستيريك انهبيتور هو اثر اساسا على الانزيم، فقلل الافينيتي بتاعته وقلل خصائصه، فقلل زود الكي ام وقلل الفي ماكسيمم اساسا. لكن الكومبيتيتيف انهبيتور هو خلى انا محتاج كميه اكبر او تركيز اعلى من السبستريت عشان يدي عشان يوصل لنفس السرعه. هو ما زلنا نقدر نوصل للفي ماكسيمم بس هنوصلها بتركيز اعلى من السبستريت مش بنفس التركيز. فده هو الفرق ما بين الاثنين. واهم حاجه في اخر نقطتين هنا ان هم اهم حاجه واول نقطه وكمان الاكتيف سايت، يعني ان الكومبيتيتيف انهبيتور بيمسك في الاكتيف سايت والالوستيريك انهبيتور بيمسك في الالوستيريك سايت. النقطتين دول مهمين قوي. شكرا جدا ليكم، وانا اتشرفت جدا ان انا اكون شرحت لكم ده، وان شاء الله ان انا هحاول قدر الامكان ان انا افيدكم بعد كده. برضه هفضل اكمل شرح ان شاء الله. كل هاخد كل مجموعه اسئله في فيديو ان شاء الله، ولو في اي حاجه انتم شايفين ان هي ممكن اعدلها ممكن احسنها باذن الله بل عرفوني بيها. وتقدروا ان انتوا يعني لو حد برضه محتاج مساعده في مديول 102 في اي مديول في اي حاجه ان شاء الله يقدر ان هو يكلمني. رقم 011 16 14 8 9 6 7 تقدروا تكلموني واتس او اي حاجه. اي حد محتاج اي حاجه ان شاء الله معاه في اي وقت باذن الله. واحب اشكر جدا زميلتنا دكتور منار احمد ودكتور فاطمه سليم لان هما بيساعدوني في الفيديوهات اللي بعملها دي، بيساعدوني في حاجه لو انا بحب اتاكد منها او في كذا حاجه يعني. فشكرا ليهم جدا وربنا يوفقكم ان شاء الله.